اوقات كتير بنكون موجودين بين اصحاب هيك وحاطين هن مثلا هيك اشياء على الطاوله، وبيكون في جنبها اوقات ملقط اذا بتلاحظوا، اوقات بيبقى في شوكه، بعض الاوقات في ملعقه، وما في نحن عندنا شوكه وسكين هون، يعني نحن قاعدين هيك عم ندردش. لما بحطوا هن شوكه ملعقه يعني لنحن نستعملهم، ما في انا اجي امسك الجبنه بايدي وهو في شوكه. سو الافضل اني انا استعمل الشوكه، حط بصحني، واذا بدي استعمل للزيتون كمان اذا محطوط ملعقه بحطها كمان بصحني، اكيد في اكلها هون بايدي وشيل العجوه كمان بايدي. بس طالما هن حاطين هيدولي ملقط عندهم يعني نحنا لنستعملهم.